بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. إن شاء الله سنقوم بالتعليق والتعقيب على فيديو طرحه الدكتور علي منصور الكيالي في برنامجه ليفرحوا قبل أقل من شهر تقريبا على قناته اليوتيوب وعلى صفحته في الفيسبوك. ينكر فيها عذاب القبر ينكر فيها عذاب القبر. ونحن إن شاء الله اليوم الموافق 19 من يوليو 2018 6 ذي القعدة 1439 نقوم بإذن تعالى بالسماع بالاستماع له ثم التعقيب والتعليق عليه. أيها الأعزاء والأكارم في حلقة جديدة. الكل مشغول باله بالقبر وعذاب القبر والعذاب قبل الحساب وهذا المصير المظلم وهذه القضية، يعني ألا يكفينا شقاء في الدنيا مباشرة في القبر العذاب ويوم القيامة أهوال. هذا موضوع خطير جدا، انتبهوا. وصلت نسبة الإلحاد عند الشباب المسلم أمام هذه الأهوال إلى نسبة مخيفة لن أذكرها، أذكر فوق 15%. يكتبون لي دوما، يعني أنا خلاص يعني ذاهب إلى الإلحاد. لماذا يا أخي؟ عذاب في الدنيا وعذاب في القبر وعذاب يوم القيامة وعذاب وعذاب، ما بدي هالموضوع كله. أيها الناس، أولا طيب الدكتور يعني بداية يذكر نسبة مهولة وعظيمة وهي 15% نسبة الإلحاد في العالم الإسلامي أو العالم العربي أو يتواصلون معه، وهذه نسبة لا أظن حتى الملاحدة يدعونها. هذه النسبة هي مبالغ بها فقط كي يستخدمها الدكتور لإنكار عذاب القبر. هناك مركز بحوث أمريكي اسمه بو فورم يقول أن نسبة الملاحدة في الشرق الأوسط هي 2%، وأيضا هناك دراسات تقول أن نسبة الملاحدة في أمريكا الشمالية يعني كندا وأمريكا والمكسيك 5%، لا تتعدى 5%، وهكذا في أوروبا. فهل معقول أصبح الملاحدة في الشرق الأوسط أكثر من أمريكا الشمالية؟ هذا الكلام غير مقبول. ثم أنه يقول هناك أهوال يوم القيامة وعذاب يوم القبر. نعم، هناك أهوال يوم القيامة وهناك ظل، هناك في الحديث سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، وهناك عذاب قبر. نعم، وكذلك هناك نعيم في القبر، فليس فقط عذاب إنما هناك أيضا نعيم في القبر. ثم أنه يعني كون أن البعض يفر من هذا الإسلام وهذا الدين فقط لوجود عذاب القبر، فيقوم الدكتور ينكر عذاب القبر ويسقط هذه العقيدة لأجل أن يجذب. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أنت تريد أن تحاججهم وتريد أن تناقشهم وتحاججهم دون ما أن تمس العقيدة بسوء ودون ما أن ننكر. طيب أنكرنا الآن عذاب القبر، يأتينا أيضا شخص آخر يقول يوم القيامة في نار وما نار، ما بدي هالقصة هاي كلها، فنحن نقول لا تعال لا يوجد عذاب نار، ونصير نؤول بالآيات، والله المستعان. أسباب العقيدة الإسلامية مع احترامنا الشديد جدا للحديث الشريف تؤخذ من القطعي الثبوت من القرآن وليس من ظني الثبوت الحديث العقيدة. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوشك أن يقعد الرجل، هذا الحديث قبل 1400 عام، يوشك أن يقعد الرجل على أريكته يحدث بحديثه فيقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. يعني نفس كلام الدكتور علي الكيالي، نفسه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستماع إلى مثل هكذا ناس يقولون فقط علينا بكتاب الله. ثم ماذا نفعل بأكثر من 100 آية؟ من 100 آية أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. كيف أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في كلام ظني يا دكتور؟ أذهب إلى كلام ظني. كيف أطيع الرسول؟ الله عز وجل يأمرني أنا الآن ويأمرك أنت ويأمر كل مسلم مليار مسلم أن يطيع الرسول
الرسول؟ كيف نطيع الرسول ولا يوجد عندنا شيء يقيني؟ كيف نطيعه؟ الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. كل هذا الوعيد والتهديد ونحن لا نعرف كيف نطيع الرسول، من يشاقق الرسول لا نعرف كيف نعصى الرسول وكيف نطيعه، وتدعي ان هذه الاحاديث ظنيه. الله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. كيف نطيع الرسول؟ هذا السؤال قائم. نطيعه في احاديث ظنيه غير ثابته؟ معاذ الله. الله عز وجل امرنا، ثم ناتيك بابسط اشياء. الله عز وجل امرنا بالصلاه، هذه الصلاه هي عمود الدين، هذه الصلاه لم تفرض في الارض لاهميتها بل فرضت في السماء، هذه الصلاه فرضت من الله عز وجل بدون وسيط، بدون وحي، انما من الله عز وجل بدون جبريل، هذه الصلاه التي امر الله عز وجل كل الانبياء ان يصلوا. الله عز وجل ذكر عن إبراهيم عليه السلام قال: ربي اجعلني وذريتي مقيم الصلاة. يقول الله عز وجل: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ويقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ويقول عن عيسى عليه السلام: أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ويقول عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة. هذه الصلاة هذه التي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة، فإن فلح سائر عمله، وإن فسدت خاب وخسر. هذه الصلاة ذات الشأن العظيم. كيف تعرف يا دكتور تصليها من دون السنة؟ كيف تعرف أي مسلم يعرف أن صلاة الفجر ركعتان، وصلاة الظهر أربعة، وصلاة العصر أربعة، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربعة؟ كيف نعرف دون أن نرجع إلى السنة؟ كيف نعرف أن الزكاة تخرج بعد حول، وأن الزكاة نصابها 2.5%؟ أين في القرآن يوجد 2.5%؟ كيف نعرف أركان الحج؟ كيف نعرف شروط الحج؟ هذا نتكلم لك على أركان الإسلام. بل لا صح في الحديث أنه لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. اذهب إلى أي قاضي شرعي وقل له: هذه مرأة وهذه عمتها، نريد أن أتزوجهم مع بعض في عقد واحد أو في عقدين مباشرين، هل يقبل أي قاضي شرعي بهذا؟ ارجع إلى القرآن وجد لنا أين هو ميراث الجدة في القرآن. هذه الأمور موجودة فقط في السنة، ويعمل عليها المسلمون كلهم. وأنت تأتي وتقول: لا، هذه ظنية، يعني ممكن صح ممكن غلط. إذن لماذا قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون؟ لماذا الله عز وجل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين القرآن إذا كان تبيان النبي صلى الله عليه وسلم سيكون ظني؟ إذا كان سيكون ظني، لماذا الله عز وجل أمره بهذه الآية؟ دكتور ثمن ابن الصلاح عالم وإمام من أئمة الحديث يقول: إنما في الصحيحين مقطوع بصحتها، تفيد العلم اليقيني، لأن الأمة أجمعت على ما صحة في البخاري والمسلم. ويفيد العلم اليقيني يا دكتور، وليس ظني، والله المستعان. لماذا نكذب عشرات الآيات أنه لا عذاب قبل الحساب؟ لا عذاب قبل الحساب، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أين هناك آية في القرآن؟ يفتح كل مسلم يسمعني، يفتح القرآن ويجد آية تقول لا عذاب قبل الحساب. أين هذه الآية؟ يقول: يوجد عشرات الآيات لا عذاب قبل الحساب. أين يوجد في أي سورة هذه لا عذاب قبل الحساب يا دكتور؟ في أي سورة؟ يعني تريد أن نترك السنة النبوية الصحيحة ما في البخاري ومسلم ونأتي إلى كلامك أنت كلام نظري؟ ها؟ وعرضنا جهنم يومئذ، وليس في القبر، يومئذ للكافرين عرضا، فالمسلم لن يراها. نعم، عرضنا جهنم يومئذ لا يمنع من أن يعرض الكافر على النار في القبر. عرض جهنم يوم القيامة على الكفار لا يمنع من عرض الكافر على النار في القبر. الآية 100 من سورة الكهف. خلاصة إذا كان
قبل خلاصتك يا دكتور، يوجد أن يقول أنه لا عذاب قبل الحساب. طيب وماذا نفعل بقوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله يعذبهم الله يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصرهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين؟ هذا العذاب في الدنيا وليس في الآخرة. هذا العذاب في الدنيا، يقاتلوهم يعذبهم الله، الله يعذبهم بأيدي المسلمين. طيب وماذا نفعل بقوله تعالى قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا؟ هذا الله عز وجل يأمر بذا القرنين، يأمره بأن يعذب، هذا العذاب في الدنيا. طيب وماذا تصنع بقوله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا؟ والنازعات غرقا وهي الملائكة تنزع ترواح الكفار، والنزع هنا يكون جذب بقوة وألم. والناشطات نشطا هي الملائكة التي تجذب أرواح المؤمنين ولكن برفق ولين. فهذا النزع الذي في الكفار المبالغة فيه والشد بقوة، هذا النزع ألا يصاحبه ألم؟ وهذا الألم هو عذاب. وليس هذا العذاب يا دكتور قبل الحساب أم ليس أم بعد الحساب؟ طيب وماذا تقول بقوله تعالى عن الكافرين ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الملائكة وهي تتوفى الكفار تضرب وجوههم وأدبارهم، تضرب وجوههم وأدبارهم، هذا الضرب أليس هو بعذاب يا دكتور؟ وهذا حتى قبل القبر، هذا قبل القبر وقبل الحساب. هذا الضرب، ضرب الملائكة على الوجوه الأدبار، ليس بعذاب. وثم يقول لهم وذوقوا عذاب الحريق، يعني يقولون الكفار أنكم الآن يعني مو يوم القيامة، الآن ستذوقون عذاب الحريق لأنهم سيعرضون على نار جهنم. فهذا دليل على أن هذه القاعدة التي أنت ادعيت هي آية من القرآن، بل هي عشرة من آيات من القرآن، إنما هو كذب محض والله المستعان. كان يوجد عذاب في القبر، فالمستفيد الوحيد إبليس، لأنه سيموت آخر المخلوقات على الأرض. وهذه مردودة عليك، لماذا؟ لأنه لو قلنا بنفس المنطق هذا أنه لا يوجد عذاب قبر، فمعناته كل الكفار وكل الفساق والفجار والعصاة هم لا يتعذبون الآن. فرعون لا يتعذب الآن، جالس مستريح. قوم لوط، قوم عاد، قوم هود جالسين مستريحين. أبو جهل، أبو لهب الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين كذبوه واستهزأوا به واستهزأوا بالمسلمين جالسين مستريحين، هذا ما عليهم أي شيء. أدولف هتلر، ستالين، كلهم مستريحين. ثم يقول الدكتور أن إبليس يسرح ويمرح؟ لا والله، الله عز وجل يقول وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ما بالك يا دكتور بشخص ملعون مرجوم خرج من رحمة الله، أتبعته لعنة لا تزال متصلة به لاحقة له متواترة عليه إلى يوم القيامة؟ هذا تقول يسرح ويمرح؟ بل هو يعذب حتى أنه صح أن إذا سجد المسلم يبكي إبليس ويقول أمر ابن آدم فسجد وأمرت ولم أسجد. فهل الناس يتعذبوا في القبر وإبليس يسرح ويمرح؟ طيب الميت لم ينتهي سجله، ربما ترك سنة حسنة أو سنة سيئة. يا أخي بصورة ياسين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب، لازلنا نكتب ما قدموا في الحياة الدنيا وآثارهم، إذا نكتب آثاره، فكيف يحاسب والسجل لم يغلق؟ أليس عندنا ملكين حاليا من الله يسجلان كل شاردة وواردة؟ أليس الإيمان الحقيقي في ذات الصدور لا يعلمه إلا الله؟ طيب نعم، الحساب الآخروي هو الحساب الذي يحاسب عليه على كل صغيرة وكبيرة، والذي يفتح سجله ويؤتى سجله ويؤمر أن يقرأ بما في سجله ويعرض سجله وتوزن ويؤتى بالميزان ويوضع الحسنات ويرى ما عنده من خير وما عنده من شر وما عنده من بر وما عنده من فجور وفسق.
هذا الحساب يكون يوم القيامة، يكون يوم القيامة، ولكن لا يمنع من وجود سؤال القبر، هذا شيء وهذا شيء، فالفصل بينهما، بالفصل بينهما تتضح الأمور. ثم أن نعم هناك قد يكون هناك صدق للميت صدقة جارية، أو قد يكون له علم ينتفع به، أو قد يكون له ولد صالح يدعو له، نعم هذا تعلم إذا علمت أن العذاب الذي في القبر قد يكون منقطع أو قد يكون دائم. أما الدائم فهو للكفار، وأما المنقطع فهو للمسلم. فإذا كان للمسلم ولد صالح يدعو له فإن عذابه سينقطع حتى ترجع حسناته على سيئاته، أو يخفف عنه، أو لا يكون طويلا عليه. وكذلك إذا كان لديه صدقة جارية، وكذلك إن كان لديه علم ينتفع به، فنعم فينقطع عليه العذاب، أو يخفف عنه، أو لا يطول عليه، أو يتدارك الله برحمته. فهكذا تفهم الأمور. إنسان أكل السمك، إنسان مقابر جماعية، إنسان إنسان إنسان، فلماذا هذا التخويف حتى إلى الأطفال؟ فكان ماذا يعني إنسان أكله؟ طبعا هذا يتكلم بكلام الدكتور غير مفهوم، يعني إنسان 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 مقابر جماعية، يعني وضح يا دكتور، وضح أنت دكتور، يعني إيش معنى إنسان 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 مقابر جماعية؟ هو يقصد دكتور أنه إذا هناك ميت أكله السمك، ها، أو حرق وذري، أو أكلته السباع، ها، هذا الإنسان كيف سيعذب؟ نقول هذا عالم غيب، هذا عالم غيب، الملائكة تنزل وتقبض الروح، روح الميت من أمامنا، ولا أحد يرى لا الروح ولا الملائكة. جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يرى جبريل، ولا أحد يعرف كيف ماذا يحصل من الغيب. هذا أمور غيبية لا تعرفها عقولنا، لا تعرفها عقولنا. سيأتيك ثعبان ويأكلك، وأقرع شجاع بدون شجاع، قسما بالله كلها جاءت من أساطير بابل. الشجاع الأقرع، صح في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا، أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. هذا الحديث صح، وكون أنه وجدت في أساطير بابل، إن صحت ووجدت في أساطير بابل هذه الأمور، فنقول أن أول دين نزل على هذه الأرض هو دين الإسلام، والنبي آدم عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، آدم عليه السلام كان قد علم الأسماء كلها، وكان الله قد أوحى إليه، فلعل الله عز وجل أوحى إلى آدم عليه السلام بوجود هذا الشجاع الأقرع الذي سيأتي يوم القيامة. ثم تناقلتها أجيال بعد أجيال وحضارات بعد حضارات، ثم وجد في أساطير بابل. فإذا كان ثمة شيء وجد في أساطير بابل أو أحد من هذه الحضارات القديمة، ووجد كذلك عندنا في ديننا، فلا يعني أنها كذب، بل قد يكون أخذوها هم هذه الأساطير التي تقول عنها، أخذوها هم من ديننا الأول، لأن أول دين وضع على هذه الأرض هو دين الإسلام. ثم لماذا نكذب وجود شجاع يوم القيامة، شجاع أقرع هذا الأفعى، لماذا نكذبه؟ أو أنت تصدق وجود شجرة في النار، شجرة تنبت في أصل الجحيم، إن شجرة تخرج في أصل الجحيم وتثمر، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، تصدق هذه شجرة في نار ولا تحترق بل تثمر، ولا تصدق وجود ثعبان يوم القيامة، ثم تصدق أنت وجود جلود تنطق، هذه الجلد كيف سينطق؟ ها، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. نصدق كل هذه ولا نستطيع أن نصدق وجود ثعبان يوم القيامة؟ الله المستعان. يا أخي والله العظيم المرحوم الشعراوي عليه رحمة الله أول ما قال أنه لا يوجد عذاب في القبر، لماذا؟ الله سبحانه وتعالى عادل تماما. إذا كان الشعراوي يا دكتور هو أول من قال أنه لا يوجد عذاب القبر، فهذه حجة لك، هذه حجة عليك وليس حجة لك، لأن معنى كلامك أن كل من قبل الشعراوي كانوا يؤمنون بوجود عذاب القبر، فلماذا الآن تأتي إلينا وتريدون أنت والشعراوي تغيرون عقيدة المسلمين؟ ثم أن كلام الشعراوي ليس بالمعنى الذي أنت تقوله، ولنسمع لكلام الشعراوي. قبر وعذاب الآخرة، القبر ليس فيه عذاب لأنه لا عذاب إلا بعد حساب، والحساب حيبقى في الآخرة، إنما القبر بس
شرة الحياة منعت من النفس وشاف نفسه مجندب في التراب فيعرض عليه عذابه في الآخرة، إن كان صالحا يعرض عليه العذاب وإن كان مؤمنا يعرض عليه الثواب. ويشوف الجنة يقول طول ما هو شايف الحاجة الحلوة يبقى في سرور، وشايف الحاجة اللي تنتظره في الآخرة يبقى في عذاب، يبقى عذاب القبر عرض لمنازل الآخرة. ولذلك اقرأ قول الله سبحانه وتعالى في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب يعرضون على الزمن بالنسبة للإنسان إيه؟ حياته، مماته، بعثه. هم في الحياة ما عرضوش على النار، الفرعون ما عرضوش في الحياة على النار، خلاص يبقى لم يبق إلا زمانين اثنين، زمان الموت اللي هو البردخ وزمان الإيه؟ الآخرة. أما زمان البرزخ فقال النار يعرضون عليها، ولما زمان الآخرة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، هنا عرض وهنا إدخال، يبقى هذا الفرق بالإيه؟ بالاثنين. والإنسان ساعته يعرض عليه. يعني مثلا فنكتفي بهذا، وهنا لمن يسمع كلام دكتور كلام الشيخ الشعراوي يعلم يقينا أن الشعراوي يقول أنه قال ما دام أنه سيعرض عليه عذابه فهو في عذاب، وما دام يعرض عليه نعيمه فهو في سرور. فثم يقول الشيخ الشعراوي أنه سيعرض على نار جهنم. هذا كلام الشيخ الشعراوي. إذا قالوا طبعا أنه يوجد عذاب في القبر، هذا تكذيب للآية الأخيرة الأخيرة في سورة مريم، اقرأوها بدقة: كم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس محمد صلى الله عليه وسلم بالذات، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ طيب لماذا الكاف معنى الآية، معنى الآية هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، يعني هل ترى لهم أثر بعدما أبدناهم، أبادهم الله عز وجل من على وجه هذه البسيطة، وهلكوا وخلت منهم الديار ووحشت منهم المنازل، هل ترى لهم أثر؟ هذا جزاء الكفار أن نبيدهم من على وجه هذه الأرض، وليس فيها أي كلام على 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 عذاب القبر. ثم أنك أنت يعني كون أنك لا تسمع شيء لا يعني أنه لا غير موجود، فنحن لم لا نسمع، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم نسمعه، ولم نسمع الملائكة، ولم نرى الملائكة، ولكننا آمنا بهم، ولا يعني عدم سماعنا لهم وعدم إدراكنا لهم أنهم غير موجودين، بل هم موجودون. فلا ينتقض هذا بهذا يا دكتور. كافر يوم القيامة سيقول يا ليتني كنت ترابا لكي ينجو من العذاب. إذن التراب لا يعذب، والله يقول أن الميت سيصبح تراب، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما. طيب إن الله يحشر الخلق كلهم، كل دابة وطائر وإنسان، هذا يوم القيامة، ثم يقول للبهائم والطيور كونوا ترابا، نجوا من لا يوجد عليهم عذاب ولا يوجد لهم عليهم حساب. فلما الكافر الذي هو راى الحق الآن يرى هؤلاء البهائم والطيور أصبحوا ترابا ونجوا من الحساب والعذاب، فقال يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني أقول أكون ترابا، يعني يا ليتني أكون عدما، يا ليتني أكون عدما. أإذا متنا وكنا ترابا، هذه الآية التي يذكرها، هذا قول الكفار، هم قالوا أإذا متنا وكنا ترابا، هذا كلام الكفار، لأنهم ينكرون البعث. فهل الدكتور الآن يردد كلام الكفار؟ ثم نحن لا نقول أن التراب يعذب، من قال التراب يعذب؟ الله عز وجل هو الذي يعذب، وهذه حياة برزخية سواء كان تحت التراب أم كان غرقان أو أي شيء، هذه حياة برزخية لا نعلم كيف سيعذب، لا نعلم أين سيعذب. الكيفية نعم وردت في القرآن أنه سيعرض عليه نار جهنم، سيعرض على نار جهنم. يعني عشرات الآيات نكذبها لماذا؟
كنا ترابا وعظاما. ليس عشرات الآيات تكذب يا دكتور، أنت الذي لم تفهم، أنت ومن ينكر عذاب القبر لم تفهم هذه الآيات، بل عشرات الآيات تثبت عذاب القبر. دع عنك السنة النبوية المتواترة الصحيحة. عظاما. في سورة ياسين الكافر ماذا سيقول يوم البعث والحساب؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. جواب الملائكة: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن هو راقد. مرقدنا، المرقد يعني مكان الاضطجاع، يعني مكان الإقامة، هذا معنى مرقد. وقد أتى في عدة معاجم، فقد أتى في عدة معاجم أن أحد أسماء المرقد هو ماذا؟ أحد أسماء المرقد هو القبر. أتى في هذا معجم المعاني ومعجم الغني ومعجم الرائد ومعجم اللغة العربية المعاصرة وغيرها من المعاجم أن أحد أسماء المرقد هو القبر. أما قولهم، قال تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار وليس النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يا أخي والله العظيم افهموها، حينما تذهب أنت إلى السوق، هل أنت تعرض على البضاعة أم البضاعة تعرض عليك؟ البضاعة تعرض عليك وليس أنت تعرض على البضاعة. العذاب أن تعرض علي جهنم. قال تعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين. لكن النار يعرضون، يعني الدكتور يقول أن العذاب هو أن تعرض علي جهنم. طيب، وإذا عرضت أنت على جهنم ليس بعذاب؟ لو عرض الدكتور على جهنم ليس بعذاب؟ فمثلما وعد الله الكافرين في النار، وعد النار بالكافرين، لأن الله يتكلم مع جهنم، يتكلم مع الجنة، يعني الله يتكلم مع كل المخلوقات. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، فالله يتكلم. الله حاليا يضع أسماء الكفار أو أصحاب جهنم، فجهنم حاليا معروض عليها بين هلالين أسماء الزباين. طيب، نستوقف الدكتور هنا. هو يقول في بداية مثاله أن ليست أنت تعرض على البضاعة، إنما البضاعة تعرض عليك. نعم، ثم يقول جهنم تعرض على الكفار. جيد، تعرض على الكفار. ثم الآن ماذا يقول؟ يقول الأسماء هي تعرض على جهنم. طيب، ما إذن ما هو فائدة مثالك؟ تقول أن البضاعة هي تعرض علينا نحن، إذا ذهبت للسوق البضاعة هي تعرض، وقلنا اتفقنا أن جهنم تعرض على الكفار يوم القيامة. ثم الآن يقول لا، الأسماء تعرض على جهنم. فإذن أنت خلفت مثالك. أنا أقول أن الخطيب إذا خطب امرأة، إذا أراد أن يتزوج فيعرض على خطيبتي، تراه يعرض عليها كما تعرض الخطيبة على الخطيب، يراها هو كذلك، ينظر إليها النظرة الشرعية، فيعرض هذا على هذا ويعرض هذا على هذا ولا يوجد أي تناقض. طيب، الله عز وجل يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قبل هذه الآية هو يقول الآن في أسماء، الآن تعرض أسماء، هكذا هو قال. إذن الزبائن ولو كانوا على قيد الحياة يعرضون وليس هي تعرض، فالعذاب. يقول الأسماء الآن عرضت، الآن يوجد لائحة فيها أسماء. بالله، من أين هذا الكلام؟ هل يوجد آية تقول هذا؟ عالم غيب، لا يحق لحتى الأنبياء، حتى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس له، لا يعلم الغيب حتى النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي الآن دكتور كيالي يقول هناك لائحة، من أين هذا الكلام؟ هل يوجد في القرآن هذا الكلام، لائحة عليها أسماء الكفار؟ الله عز وجل يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. عندما سئل عن الساعة، عندما سأله جبريل عن الساعة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما المسؤول عنها أعلم بها من السائل، يعني لا أنا ولا أنت نعلم الغيب، لا أنا ولا أنت نعلم القيامة متى الساعة. ثم الآن يأتي الدكتور ويقول يوجد لائحة فيها أسماء، كل هذا لأجل أن يهرب من قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية. نعم، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. الله عز وجل يقول لنا هذا، نصدق الله عز وجل أم نصدق الكيالي؟ الله عز وجل يقول النار يعرضون، الكفار يعرضون عليها غدوا وعشية، مرتين غدوا وعشية، وقتين يوجد غدوا وعشية، صباحا ومساء،
كما قال ابن كثير: ويوم تقوم الساعة ادخلوا على فرعون أشد العذاب. إذن يوم القيامة، يوم القيامة ماذا سيكون؟ يدخلون النار. طيب وقبل يوم القيامة سيعرضون على النار، ليس في الدنيا أكيد، فماذا بقي؟ ماذا بقي؟ ماذا بقي يا دكتور؟ بقي حياة البرزخ وعذاب القبر. ولا يقول أحد أن هذا فقط خاص في آل فرعون، لماذا؟ قال الله عز وجل في آية أخرى: كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمون، يعني وكل كانوا ظالمين. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم، يعني كذلك الحال في من قبلهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار، مثلهم يعني من قبلهم ومن بعدهم، تحشر على النار بالغداة والعشي، فيقال هذا داركم. فهذا الحال في كل كافر وليس خاص في آل فرعون. من الآيات التي تدل على عذاب القبر يقول الله عز وجل في سورة ياسين: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لماذا يتمنى أن قومه يعلمون؟ الأنبياء تتمنى والصالحين الرجال الصالحين يتمنون لكل أحد أن يؤمن فيدخل الجنة. فهذه الآية إنما هو أول ما مات قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، حتى أريد لهم هم كذلك أن يؤمنوا حتى يدخلون معي الجنة. طيب الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: ممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مرادوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. العذاب العظيم هذه إذا يردون العذاب العظيم في الآخرة، بقي المرتان سنعذبهم مرتين، متى هذه المرتان؟ مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. فهذه آيات من القرآن تثبت عذاب القبر، دع عنك الأحاديث الصحيحة المتواترة التي في صحيح البخاري والمسلم، دع عنك من هذا. الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ماذا الرسول النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وفي البخاري أن الكافر عندما يقول لا أدري، عندما يسأل من ربك، من الذي الرجل الذي بعث فيكم، ما دينك، يقول لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد. لا يأتي الآن بعد 1400 سنة يأتي من يشكك فينا عقيدتنا ويغير لنا في ثوابتنا ورواسخنا بحجج تافهة وبأمور معكوسة وبعدم علم. هذا الدكتور يعني هو لديه معايير مزدوجة، مرة يقول لا نأخذ بالحديث الصحيح في العقيدة وهو نفسه يأخذ بالحديث الصحيح بالحديث في العقيدة. ماذا اسمعوا ماذا يقول؟ ثلث القرآن كل المواد سنصل إلى خيوط وبينها فراغات، خيوط الطاقة. الله سبحانه وتعالى بكلمة الصمد وهنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أعطى تفسيرا مذهلا وعلميا مذهل بهذا الكلام. سأله الصحابة الكرام ما معنى الله الصمد؟ فقال الذي لا جوف له. هذا الدكتور هنا يشرح اسم الصمد، واسم الصمد اسم من اسماء الله عز وجل، فهذا باب العقيدة، فهو يستدل بالأحاديث في العقيدة. فلماذا يسمح لنفسي أن يستدل مرة في الصحيح في الأحاديث وليس في أبواب أخرى كعذاب القبر؟ ما هي معاييرك، مزدوجة أم هي ثابتة؟ إما أن تأخذ بالحديث في أبواب العقيدة أو أنك لا تأخذ. طيب هذا الدكتور أيضا له طوام أخرى، له طامة كبيرة، له طامة كبيرة والله المستعان. أنا ما لي علاقة لا مع الرادار ولا مع الشرطة، عيب خلص. إشارة حمراء الإشارة تطاع مثل ما يطاع الله ورسوله. لا أنا أقول مثل ما، لكن تطاع. يعني هنا يقول أن الإشارة تطاع كما يطاع الله والرسول. الله أكبر، الله أكبر، كبرت كلمة تخرج من فيك.
كيف تطاع الإشارة؟ ما هي هذه الإشارة؟ ومن الذي وضع الإشارة؟ الذي وضع الإشارة إنما هو رجل يذهب إلى الخلاء ليقضي حاجته. تقارن هذا بمن وضع لنا شريعتنا هذه السماوية؟ وما هي هذه الإشارة أمام كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيا إخواني المسلمين، يا آبائي، يا أحبائي، لا نأخذ الآن عقيدتنا من أناس لم يفهموا القرآن وينكروا السنة ويعني يتفذلكون ويتهرطقون. لا نأخذ من هذا، عقيدتنا واضحة، لا نسمح لأحد، لن نسمح لأحد أن يتجاوز على البخاري ومسلم، لن نسمح لأحد أن يفسر القرآن برأيه دون ما أن يرجع إلى فهم اللغة، ودون ما يرجع إلى الحديث الصحيح، ودون ما يرجع إلى أقوال علماء الطبري، القرطبي، البغوي، ابن عاشور، ابن عطية، هذه الأسماء الكبيرة، ابن كثير، هذه الأسماء الكبيرة كلها تقول بعذاب القبر. والله المستعان، هذا وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وإن أصبت فمن الله وحده، والحمد لله رب العالمين.